السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله يا شباب السكشن بتاعنا سهل جدا، معادلات بسيطة خالص هنعوض فيها تعويض مباشر في المسائل اللي هنشوفها كمان شوية، وده تاني واخر سكشن معانا في الجزئية بتاعة البي جي تي. هنا في السكشن ده بنتكلم على البي جي تي دي سي بايزنج. قلنا السكشن اللي فات ان احنا عشان نخلي الترانزستور يشتغل في ابليكيشن معين فلازم اخليه يبقى في ريجن اوف اوبريشن معينه، وقلنا مثال على كده لو انا عايز اشغل الترانزستور بتاعي كامبليفاير يبقى لازم يكون في الاكتيف ريجن او في الاكتيف مود، لو انا عايزه يبقى سويتش اون بشغله في الساتوريشن، لو عاوزه يبقى سويتش اوف بشغله في الكات اوف. طيب النقطه التانية اللي اتكلمنا فيها، قلنا انا عشان ادفع الترانزستور ان هو يدخل في ريجن من الثلاثه ريجنز اللي قلنا عليهم الاكتيف او الساتوريشن او الكاتوف، فلازم اتحكم في الجهود اللي على البيز والاميتر والكوليكتور بحيث ادخله في الريجن المناسب. فمثال على كده لو انا خليت البيز اميتر جونكشن معايا فورورد والبيز كوليكتور جونكشن عندي ريفرس، يبقى هو كده دخل في الاكتيف مود، ولو الاثنين فورورد بقى في الساتوريشن، ولو الاثنين ريفرس هيبقى في الكات اوف. فالنقطه بقى اللي جايه واللي هنتكلم عنها دلوقتي، انا ازاي اتحكم في الجهود بتاعه الاطراف الثلاثه عشان اخلي الترانزستور يدخل في المود ده ويعمل كابليكيشن معين ويعمل كابليكيشن معين. الطريقه اللي اتكلمنا عنها السكشن اللي فات هي لو فاكرين ان انا كنت بجيب بطاريه اسمها في بي اي اوصلها عندي على البيز، كانت قيمتها مثلا 8 من 10، وجيت على الكوليكتور وصلت بطاريه اسمها في سي اي وكان قيمتها 1 فولت، وبالتالي اصبح جهد الكوليكتور اعلى من جهد البيز، فالبيز كوليكتور بقت ريفرس، وجهد البيز اعلى من جهد الاميتر اللي واصل على الصفر، وبالتالي اصبح البيز اميتر معايا فورورد، وبقى انا كده دخلت عندي الترانزستور في الاكتيف مود. طيب في السكشن ده مش هنعمل كده، مش هنستخدم بطاريات اسمها في بي اي ولا اسمها في سي اي. طيب ليه؟ علشان انا في الحل اللي قلنا عليه دلوقتي ده كنت بكلف نفسي اني استخدم بطاريتين، ففي طرق تانية هنشوفها مع بعض دلوقتي بستخدم فيها مصدر واحد بس اللي هو اسمه الـ VCC، وعن طريق قيم مقاومات معينة بوصلها بقدر اتحكم في قيمة الجهود اللي هتوصل للأطراف الثلاثة، وبالتالي ادخل معايا الترانزستور في الريجون اللي انا عايزه. هناخد دلوقتي بالظبط 4 توصيلات للـ DC Biasing عشان نحقق المطلوب اللي قلنا عليه ده. في كل توصيلة منهم هنلاقي معانا نقط معينة لازم نعرفها، وهم كلهم شبه بعض اصلا في حاجات كتيرة هنشوف دلوقتي. اللي لازم نعرفه في كل توصيلة منهم هو ازاي نقدر نحصل على قيمة تيار الكوليكتور وعلى قيمة الـ VCE. لو انا جبت الـ IC والـ VCE من دايرة البايزنج اللي اسمهم بقى الـ ICQ والـ VCEQ اللي هم at DC operating point، لان هنا انا بتكلم من وجهة نظر الـ DC بس، ما يهمنيش الدخل الاي سي دلوقتي. لو انا حصلت على الاي سي وعلى الفي سي اي ابقى انا كده جبت الكيو بوينت بتاعتي للدايره دي، فانا يهمني اعرف في كل دايره شكل التوصيله بتاعتها ازاي، احل معادلاتها بحيث اني اوصل للاي سي واوصل للفي سي اي. اول دايره معانا دلوقتي هي دايره الفيكسد بايز. زي ما انتم شايفين كده انا عندي في سي سي واصل عليه مقاومه البيز داخلة على البيز، ومن الفي سي سي عندي مقاومة الكوليكتور واصلة على الكوليكتور، عندي الاميتر هنا بالارضي، وبعدين عندي الدخل اللي هي الاشارة الاي سي اللي عايز اكبرها داخلة عن طريق مكثف على البيز، والخارج واخده من الكوليكتور عن طريق مكثف، وده كده هو الاوتبوت بتاعي. مبدئيا طالما انا مدخل الانبوت من على البيز والخارج متاخد من على الكوليكتور، يبقى لو فاكرين المرة اللي فاتت سمينا الحالة ديت حالة الكومن اميتر، الاميتر دلوقتي هو طرف كومن، لا هو داخل ولا هو خارج. طيب الاول بس سي واحد وسي اتنين ايه الوظيفة بتاعتهم هنا؟ سي واحد وسي اتنين يا شباب بنسميهم الكابلينج كاباسيتور، الكابلينج كاباسيتور. الكابلينج كاباسيتور دوت زي اي مكثف، احنا عارفين ان الاكس سي هي 1/ω C، وبالتالي لما يكون داخل معايا اوميجا او فريكوانسي بصفر اللي هي الفريكوانسي بتاعة الاشارة الدي سي،
هيكون 1 على 0، يعني ال x سي معايا بما لا نهاية، وبالتالي هيكون المكثف open circuit. يبقى المكثف ده الهدف منه ان هو لا يسمح بمرور ال دي سي. طب يعني لا يسمح بمروره من فين لفين؟ بالنسبة للإشارة اللي داخلة، المفروض ان الإشارة اللي داخلة معايا هي pure AC، فلو لأي سبب في المرحلة اللي بتقدم الإشارة بتاعة ال input للدايرة دي خرج بالخطأ أي كمية دي سي مع ال V input، سي واحد هيبقى كفيل ان هو يلغي الكمية الدي سي او ما يعديهاش ويعدي بس الكمية الاي سي. نفس الفكرة انا عندي في الخارج عاوز اخد اشارة اوتبوت نوعها ايه؟ نوعها اي سي، وبالتالي زي ما احنا شايفين الدايرة اصلا فيها مصدر دي سي. يعني انا عندي دلوقتي والدايرة شغالة بالفعل فيها تيارات دي سي ماشية وفيها تيارات اي سي ماشية، ولكن انا يهمني اخد الخارج الاي سي بس، لان لو دخل عندي اشارة معينة يهمني اشوف الاشارة المتكبرة اللي خارجة، ما يهمنيش بقى الكمية دي سي اللي هي مرفوعة عليها. فبيحط هنا المكثف سي 2 لنفس السبب اللي قلنا عليه حالا، انه يلغي الكمية دي سي اللي هتكون خارجة من الدايرة ويحصل بس على الاي سي ويف نفسها. في كل الدوائر الاربعة اللي هنشوفها دلوقتي بنحل الدايرة باستخدام الكيرشوف فولتج لو بمنتهى البساطة. بنحل بكي في ال في 2 لوب، او هنحل على 2 لوب. اللوب الاول دايما هو اللوب اللي على الشمال ده، او اللوب الخارجي اللي على الشمال، واللوب التاني اللي هو الخط اللي على اليمين. من اللوب الاول بنحصل على الاي بيز، من اللوب التاني بنحصل على الفي سي اي. طبعا لما احصل على الاي بيز يعني حصلت على الاي كوليكتور، ما الاي كوليكتور هو البيتا في الاي بي. يبقى اللوب الواحد لوب 1 بنجيب منه الاي كوليكتور، لوب 2 بجيب منه الفي سي اي، وبقى انا كده خلصت. طيب تعالوا كده نمسك اللوب الاول، واحنا ماشيين من اول نقطة الفي سي سي لحد الارضي اهم حاجة ان احنا نركز ان احنا ما نفوتش اي حاجة. تمام كده. طبعا كي في ال بتقول ان انت لو عندك لوب فانت مفروض عندك الفولتج رايز بيساوي الفولتج دروب، او ان مجموع الجهود اللي في اللوب ديت بيساوي 0. فانا عندي هنا في سي سي، وبعد كده عندي فرق جهد معايا اسمه ار بي. طبعا الار بي مفروض ان ماشي فيها تيار اللي هو نفسه تيار البيز، ما هو التيار اللي هيمشي في البيز هنا هو نفسه التيار اللي جاي فوق من الار بي او ماشي في الار بي. محدش يقول لي طب انا عندي هنا اشاره اي سي داخله، زي ما قلت لكم قبل كده انا وانا بحل هنا عشان اجيب الكيو بوينت بنعمل حاجه اسمها دي سي اناليسز، وفي الدي سي اناليسز انا بعتبر ان اي مصدر اي سي عندي كانه شورت سيركت، كانه مش موجود، وبعتبر المكثف كانه اوبن سيركت كانه مش موجود. يعني انا عندي الجزء ده كده كله اتفصل من الدايره ما عادش موجود. تمام. فبس معايا هنا في سي سي ماينس اي بيز في الار بيز ماينس في بي اي هيساوي 0. يبقى تاني في سي سي ماينس اي بي ار بي، اخدنا الدروب اللي هنا، وناخد الدروب اللي ما بين البيز والاميتر. زي ما قلنا احنا البيز اميتر جونكشن ديت المفروض انها زي الدايود بيبقى عليها فرق جهد غالبا ب7 من 10 اللي هو الفي دي ام، يبقى ماينس في بي اي طبعا الكلام ده هيساوي 0. يبقى الرايز اللي عندي اللي هو الفي سي سي هيساوي مجموع الدروبس اللي عندي اللي هم اي بي ار بي وفي بي اي. فكتبنا كده العلاقة اهي، منها اقدر اطلع الاي بيز في طرف اقول انها في سي سي ماينس في بي اي على الار بيز. طبعا من هنا ممكن اقوم قايل على طول ان الاي كوليكتور هيساوي البيتا في الاي بيز، وكل ترانزستور انت لما بتشتري بيبقى قيمة البيتا بتاعته معروفة من الداتا شيت بتاعه، وكمان في نفس الوقت بيبقى تقدر تقيسها في المعمل زي ما اتكلمنا قبل كده. لو حد شاف المعمل بتاع استخدام الافوميتر اني اقدر اقيس البيتا باستخدام الافوميتر. اللوب التانية هنعمل برضو فيها كي في ال، فعندي هنا بطارية اسمها في سي سي يعني عبارة عن رايز او مصدر جهد، الجهد بتاعها هيتم عمل دروب ليه على المقاومة اللي اسمها ار سي وعلى الفي سي اي. يعني في سي سي هيساوي اي سي ار سي زائد في سي اي، او بمعنى تاني في سي سي ماينس اي سي ار سي ماينس في سي اي. ما ننساهاش هنا في فرق جهد اهو بين الكوليكتور والاميتر هيساوي 0، ومنها في سي اي هيساوي في سي سي ماينس اي سي ار سي، وبقى انا كده كمان جبت الفي سي اي عندي.
تمام كده، انا كده خلصت اول دايرة، بس في نوت هناخدها كده في كل دايرة من الاربعة. يا ترى لما يكون معايا الدايرة ديت في حالة الساتوريشن هيكون معايا الاي سي بكام؟ فانا هنا لما يكون معايا الدايرة في الساتوريشن، افكركم احنا قلنا في الساتوريشن يعني كأن معاك الترانزستور اصبح شورت سيركت، يعني كأن بقى في شورت سيركت بالظبط ما بين الكوليكتور والإميتر، وبالتالي اصبح التيار اللي هيمشي معايا هنا هو التيار اللي ماشي فيه المقاومة، يعني VCC minus 0 على RC هو ده التيار بتاع الساتوريشن. نيجي للدايرة التانية عندي. الدايرة التانية اللي عندي او التوصيلة التانية اسمها الإميتر Stabilized Bias Circuit. تفرق عن الدايرة اللي قبلها في حاجة وحيدة بس، ان هو الإميتر بدل ما كان بالأرضي حط فيه مقاومة اسمها R إميتر، وده بيحسن البرفورمانس بتاع الدايرة ديت مع تغير الحرارة ومع تغير البيتا. طيب ازاي بقى؟ هنشوف مثال على دوت في الشيت. هو الفكرة ان انت معاك تغير الحرارة بيأثر على البيتا بتاعة الترانزستور، وبالتالي لو انت عندك تيارات وجهود معتمدة على البيتا فقط، فبالتالي لما يتغير الحرارة هيتغير معاك القيم ديت اللي هي الاي سي والفي سي اي، فهتلاقي الكيو بوينت عندك بتتغير. انما لما يكون معاك كمية فيكسد في المعادلة فده هيعمل استابيليتي معاك لقيم التيار اي سي وقيمة الفي سي اي. فتعالوا دلوقتي نشوف كده، يعني هو من الاخر كأنه زود في المعادلة بتاعتي جزء فيكسد ما بيتأثرش بيه الحرارة، فبالتالي بيقلل من تأثير الحرارة. نفس الفكرة هناخد لوب 1 ولوب 2. لوب 1 هتبقى هي هياها بالظبط، بس هنزود فيها كمان ال I emitter في ال R emitter. يبقى عندي VCC minus I base في ال R base minus ال VBE minus ال I emitter في ال R emitter هيساوي صفر. هنا بس معلش في المعادلة ديت خطأ كتابي مني، اني ما كتبتش ال VBE نسيتها، فبس زودوا عندكم هنا ال VBE يعني minus VBE minus I ERE. تمام، مش عارفة اكتب بس بالماوس معلش. فهيبقى هنا المفروض هنزود ترم minus VBE. ال I emitter طبعا زي ما قلنا قبل كده هي تقريبا ال I collector، فهقدر اشيل من المعادلة ال I emitter هنا واقول هي عبارة عن ال I collector اللي هي كانت بتساوي بيتا بلس واحد اي بيز، او اختصارا على طول بيتا اي بيز زي ما احنا متعودين. طب جت منين زائد واحد؟ ما هو الاي اميتر هو المفروض اي كوليكتور زائد اي بيز، والاي كوليكتور اللي هو بيتا اي بيز زائد واحد اللي هي زائد الاي بيز. فلو انت عايز تخليها من غير تقريب بيتا زائد واحد مفيش مشكلة، يبقى اصبح معايا في سي سي ماينس اي بيز ار بيز ماينس، شال بقى الاي اميتر بقت بيتا زائد واحد اي بيز ار اي، طبعا هنا كمان ماينس الفي بي اي وكده احسن. تمام، منها لو انا عايز اخلي الاي بيز عندي في طرف لوحدها هتبقى الاي بيز بيساوي في سي سي ماينس الفي بي اي على ار بيز زائد واحد زائد بيتا في الار اي اللي هي المعادلة دي كده معانا. تمام، يبقى هنا اصبح معايا الاي بيز معتمد كمان على قيمة ال R E عكس من شوية كان معتمد بس على قيمة ال R base. بنفس الطريقة هاجي من اللوب التاني اجيب قيمة ال V C E، فهيبقى V C C minus I C R C minus V C E minus ال I E في ال R emitter ما ننساهاش بيساوي صفر، ومنها اقدر اخلي ال V C E عندي بطرف، وعشان يبقى المعادلة سهلة معايا فال I emitter هي نفسها ال I collector، فوصلنا في الاخر الى الشكل ده. طيب في الساتوريشن وفي الكات اوف هيكون معايا ايه قيم التيار وايه قيم الجهود؟ في الساتوريشن زي ما قلنا بيبقى عندي شورت سيركت ما بين الكوليكتور والاميتر، وبالتالي التيار اللي اسمه الاي سي هيكون في سي سي على مجموع المقاومتين ار سي زائد ار اميتر. وطبعا طالما بقول شورت سيركت يبقى الفي سي اي فرق الجهد اللي عليها تقريبا بيساوي الصفر، ولكن زي ما قلنا السكشن اللي فات لو حد فاكر ان هو عمليا بيبقى في فرق جهد بين الكوليكتور والاميتر حوالي 2 من 10. اما في حالة الكات اوف بيكون بين الكوليكتور والاميتر اوبن سيركت، وبالتالي التيار اي سي هيساوي صفر، مش هيمر تيار في الاوبن سيركت. والفي سي اي هتكون عبارة عن في سي سي لان انت دلوقتي ما عندكش تيار بيمر، فما عندكش فرق جهد على المقاومة اللي اسمها ار سي،
ولا فرق جهد على ال RE، يبقى جهد الكوليكتور هو VCC وجهد الاميتر هو الصفر، فبالتالي ال VCE هتساوي ال VCC. طيب المرة اللي فاتت كنا في السكشن بنشوف المنحنيات والكيرفات دي كتير، اللي هي هنا علاقة ال VCE مع ال IC. في حاجة مهمة قوي اسمها اللود لاين. ايه هي اللود لاين؟ اللود لاين بتعرفني حدود الدايرة بتاعتي على حسب القيم اللي معايا. انا اقدر اخلي معايا الكيو بوينت فين؟ بمعنى ايه؟ دلوقتي احنا قلنا في حالة الساتوريشن هيكون معايا في سي اي بصفر واي سي ساتوريشن بتساوي كذا. فين النقطة ديت عندي على الكيرف؟ هنا عندك الفي سي اي بصفر، يبقى انا هتكلم على محور واي، هيكون معاك الاي سي ساتوريشن بكذا، يبقى هي ديت النقطة بتاعة تيار الساتوريشن. لما يكون معايا ترانزستور في الساتوريشن هيكون في النقطة دي اللي فيها التيار اسمه اي سي ساتوريشن، وفي سي اي بتساوي صفر. انما لما يكون في الكات اوف هيكون معايا الفي سي اي بفي سي سي والتيار بصفر، فالتيار بصفر يبقى على المحور ده، وفي سي اي بتساوي في سي سي اللي هي النقطة دي. يبقى لو الكيو بوينت بتاعتي وقعت هنا ابقى انا كده في الكات اوف، وقعت هنا ابقى انا كده في الساتوريشن. لما توصل النقطتين دولت مع بعض بيديك اللود لاين بتاعك. اللود لاين بتاعك يعني فين الاماكن اللي ممكن تكون الكيو بوينت واقعه عليها، فالحدود بتاعتها بتاعت اللود لاين هي الساتوريشن والكات اوف. طبعا كل اللي على اللود لاين ما بين الاتنين دلوقتي هو ده الاكتيف ريجون. فلو انت عايز تشتغل كامبليفاير خلي الكيو بوينت بتاعتك في النص، يعني ما تروحش تاخد قيم مقاومات وقيم ار سي وار اي تخلي معاك او ار بيز، تخلي معاك الفي سي اي او الاي سي بتاعتك يبقوا في النقطه بتاعه الساتوريشن او في النقطه بتاعه الكات اوف. لا، تراعي ان انت تكون في المنطقه اللي في النص ده لو انت عايز تشتغل كامبليفاير. ساعتها لو انا عندي الكيو بوينت هنا، فتيار البيز اللي واقع عليه الكيو بوينت هو دوت الاي بي كيو، طبعا هينظره قدامه هنا الاي سي كيو. عندي بعد كده الدايره الثالثه اسمها الفولتج ديفايدر بايز. دي بقى تختلف شويه عن الدايره اللي قبلها، وهي هنا قال لك انها فيري ستيبل، وان التيارات والجهود تقريبا لا تعتمد على البيتا. زي ما اتفقنا كده احنا الفي انبوت مع المكثف سي واحد بنعتبرهم مش موجودين، طالما انا بتكلم ان عايز اجيب الدي سي كيو بوينت عندي، لان انا بعتبر ان خلاص ده مصدر اي سي فبخليه بالجراوند، لاني انا بتكلم من وجهة نظر الدي سي فقط دلوقتي. فهنا هبص هلاقي معايا المكثف سي واحد برضو كذلك بنشيله في حالة ان بعمل دي سي اناليسيس. اجي هنا كده الاقي ان معايا دلوقتي في سي سي داخل الجهد على ار واحد، بعدين نقطة البيز، وبعدين ار اتنين بالار دي. فالمفروض ان انا عشان اطبق فولتج ديفايدر في المسار ده في الخط بتاع ار واحد وار اتنين، ان ما يكونش عندي تيار مسحوب من في الاتجاه ده كده زي ما انا بشاور، ما يبقاش عندي تيار البيز يعني موجود، واحنا اصلا عارفين ان تيار البيز تقريبا بيساوي زيرو. طب ليه بقول كده؟ لان الاصل في قاعدة الفولتج ديفايدر ان انت يكون عندك مصدر مثلا هنا كده، وبعدين عندك مقاومة، وبعدين عندك مقاومة تانية، فهتقول ان الجهد ده وليكن 5 فولت مثلا، هيتقسم معاك على المقاومة اللي فوق وعلى المقاومة اللي تحت بحسب نسب المقاومات بتاعتك. هتقول 5 في، لو انت عايز تجيب الجهد اللي على المقاومة التانية، 5 في R2 على R2 زائد R1، بس لازم ميبقاش عندي تيار مسحوب كده من النص. تمام، فانا كده كده عارف ان تيار البيز اصلا عندي بيساوي صفر، يبقى جهد البيز عندي هنا اقدر اجيبه عن طريق الفولتج ديفايدر بنفس القاعدة دي، لان كأن مفيش تيار مسحوب من هنا، الاي بيز تقريبا بصفر، فيبقى في بيز هي في سي سي في R2 على R2 زائد R1، ابقى انا كده جبت جهد البيز. طبعا جهد البيز هو نفسه فرق الجهد اللي على R2، لان معايا النقطة اللي تحت بالأرضي. طب جبت خلاص الفي بيز، ولو انا كمان عرفت اجيب جهد الاميتر هعرف اجيب تيار الاميتر اللي هو نفسه الاي سي. احنا عارفين ان الفي بي اي عندي قيمتها ثابتة تقريبا ب7/10، يبقى انا عندي جهد الاميتر بكام؟ في اميتر هتبقى في بيز ماينس الفي بي اي اللي هي عندنا معروفة، وفي بيز انا خلاص جبتها. جبت جهد الاميتر بكام؟ يبقى تيار الاميتر هو في اي على ار اي، وتيار الاميتر هو نفسه تيار الكوليكتور.
بعد كده من المسار التاني هروح اجيب ال VCE بنفس الطريقة، هيبقى معايا VCE هي VCC minus IC نفتح قوس في RC زائد ال R emitter. عند الساتوريشن او الكات اوف هيكون نفس الحالة بالظبط اللي احنا قلنا عليها للدايرة التانية، لان لما يكون VCE عندي بشورت سيركت هيبقى IC saturation هو VCC على مجموع المقاومتين، ولما يكون معايا ال cut off هيبقى VCE open circuit وهيبقى وقتها VCE بيساوي ال VCC نفس الحالة اللي كانت فوقها ديت بالظبط. يبقى أنا لما باجي أشوف حالة saturation أو ال cut off ببص على اللوب التانية، ببص على الخط التاني. تمام، هنا بقى في الحالة الرابعة والأخيرة الدايرة ديت اسمها DC bias with voltage feedback. هنا بقى يعني كل مرة في كل دايرة من الأربعة كل واحدة بتبقى مور ستيبل عن اللي قبلها، فهنا كده الاستابيليتي اتحسنت جدا، واستخدم مسار اسمه الفيدباك باث من الكوليكتور الى البيز. هنا الكيو بوينت اعتمادها على البيتا اعتماد بسيط وطفيف جدا يعني. تعالوا نشوف كده الدايرة ديت شغالة ازاي عشان ما تنساش شكلها، هي بالظبط نفس الدايرة رقم 2 اللي هي بتاعت الاميتر ستابلايزد، بس كل الفرق ان بدل ما كانت المقاومة ار بيز من ال VCC للبيز، لا هو خلى الطرف اللي فوق للمقاومة يبقى على الكوليكتور، يعني خدت المقاومة بالمنظر ده كده، يعني بدل ما كانت الار بيز فوق الار سي بقت الار بيز من تحت الار سي. ده الاختلاف الوحيد اللي حصل بين الدايرة 2 والدايرة 4، والار اميتر موجودة معانا برضه. هنطبق نفس القوانين بتاعتنا عشان نجيب الاي سي ونجيب ال VCE. هنا عندي في لوب 1 بادية من اول VCC، بعدين تيار مشى في الار سي، بعدين دخل في الار بيز، بعدين معايا الفي بي اي، بعدين معايا الار اي. عايزاكم بس تخلي بالكم هنا من حاجة، ان التيار اللي مشى في الار سي هو مش نفسه تيار الكوليكتور. بمعنى ايه؟ التيار اللي من الفي سي سي بادي ونازل كده لسه في الار سي، جزء منه هيمشي معاك في الار بيز وجزء منه هيخش عندك على الكوليكتور. انت في الدوائر اللي فاتت كان الار بيز زي ما قلنا من شوية كانت متاخدة كده من فوق، فكان التيار اللي بيمشي في الار سي هو نفسه اللي بيمشي في الكوليكتور، ولكن هنا التيار اللي ماشي في الار سي سميناه اي سي داش، اللي هو عبارة عن مجموع تيار الكوليكتور اللي نزل في الكوليكتور نفسه مع التيار اي بيز اللي مشى في المقاومة. ولكن عشان احنا عارفين ان الاي بيز صغيرة جدا، يعني التيار اللي اتسحب ده قليل قوي، فممكن نعتبر ان الاي سي داش هي نفسها الاي سي، وهنحل على كده. يبقى انا معايا في سي سي ماينس اي سي داش ار سي ماينس اي بيز ار بيز اللي هي هنا ماينس الفي بي اي ماينس الاي اي ار اي بيساوي صفر، وهنعتبر ان الاي سي داش هي نفسها الاي سي ونعوض على الاساس ده، وبعدين هنشيل كل اي سي من المعادلة ونحط مكانها بيتا اي بيز عشان نعرف نجيب الاي بيز في طرف لوحدها. هيطلع معاك الاي بيز بيساوي الكلام ده. طبعا من هنا لو انا عايزه اجيب الاي كوليكتور هتبقى بيتا في الاي بيز، واللوب الثانيه هناخدها بنفس الطريقه، هتبقى في سي سي ماينس اي سي في ار سي ماينس في سي اي ماينس اي اي ار اي بيساوي صفر، والاي اي هي نفسها الاي سي داش هي نفسها الاي سي، فهيطلع معاك المعادله دي. وفي حالة الساتوريشن والكات اوف هيبقى نفس الدايرة بتاعت 2 والدايرة بتاعت 3، طالما انا عندي المسار ده واحد فيهم هما التلاتة. كده انا خلصت السكشن، هنروح بس نشوف الشيت ونشوف المسائل وحلها، هيبقى تعويض مباشر على الحل. السؤال الاول هنا مدينا دايرة فيكسد بايس كونفيجوريشن، وقال لي هنا البيتا بيساوي 90، وعندي ار بيز ب 470 كيلو، ار سي 2.7 كيلو، وعايز شوية مطاليب زي ما شايفين كلها كيو كيو كيو، يعني عايز الدي سي بايزنج. حتى هو هنا في الدايرة كمان مش راسم لي المكثف ولا راسم لي الدخل الاي سي، لان زي ما قلنا احنا بنحل بطريقة الدي سي اناليسيس دلوقتي عشان نجيب الحاجات دي. فالاي بي كيو قلنا من شوية المعادلة بتاعتها هتبقى في سي سي ماينس في بي اي على ار بيز، فعندي في سي سي ب16 والفي بي اي بتبقى 7 على المقاومة اللي هي 470، هيديني زي ما انتم شايفين هنا كده الناتج ده 32 ملي امبير. فبعد كده عندي الاي سي كيو، هيبقى الاي بي كيو هضربها في البيتا بالمنظر ده كده،
هي هنا مايكرو امبير مش ملي امبير. بعد كده عايز ال VCEQ، هيبقى زي ما قلنا برضو VCC minus IC في ال RC. طبعا ICQ طالما قلت VCEQ يبقى ICQ، هيديني الناتج ده. بعد كده عايز جهد الكوليكتور، فجهد الكوليكتور هو نفسه ال VCE لان عندي V emitter بيساوي صفر. عايز جهد البيز، فجهد البيز هيكون هو نفسه ال VBE، وجهد الاميتر عندي هيكون هو الصفر زي ما شايفين كده، مفيهاش اي حاجه يعني تعويض مباشر. السؤال اللي بعده عاوز الساتوريشن كارنت للدايره ديت، فقلنا اي سي ماكسيمم او تيار الساتوريشن هو في سي سي على ار سي زي ما شايفين كده، هيديني الناتج ده. السؤال الثالث بيقول لك عندك الكاركترستكس بتاعه ترانزستور معين، هي علاقه اي كوليكتور مع في سي اي اهيت. بيقول لك ارسم اللود لاين للدايره ديت، علما بان الاي الاي اللي هو نفسه الفي سي سي 21 فولت، وعندك الار سي 3 كيلو اوم لدايره فيكسد بايس، يعني دايره بنفس المنظر ديت بس ليها في سي سي ب 21 وار كوليكتور ب 3 كيلو، فارسم اللود لاين. زي ما قلنا من شويه في السكشن ان انا عندي اللود لاين هو اني باخد الخط الاحمر ده برسمه بحيث ان هيقطع محور الاي سي عند نقطه الاي سي ساتوريشن، وهيقطع الفي سي اي عند الفي سي سي. فبمنتهى البساطه كده هو قايل لي عندي الفي سي سي ب 21، يبقى هاجي هنا كده عند 21 وليكن هتبقى النقطه دي هنا كده، وهيكون معايا الاي سي هيساوي في سي سي اللي هي 21 على الار سي. لما اقسمهم على بعض هيكون معايا 21 على 3 كيلو اوم 7 ملي امبير هنا كده، تيار الاي سي 7 ملي امبير هنا كده بالظبط. يبقى انا لو وصلت النقطه دي مع النقطه دي كده هو ده اللود لاين بتاعنا. ده كده ايه المطلوب ايه الاول. بعد كده بيقول عايز نختار اوبريتنج بوينت في نص الخط ده ما بين الكت اوف والساتوريشن، ويا ترى هيكون ايه قيمه الار بيز اللي استخدمها علشان تحقق النقطه دي. انا هي كده في نص الخط وهختار قيمه معينه ولتكن هنا كده مثلا، هنا كده في ما بين العشرين وتلاتين مايكرو امبير. النقطة ديت لما اعمل لها اسقاط على الفي سي اي وعلى الاي سي هلاقيها هتقطع عند في سي اي ب10 وحاجة، وهتقطع عند الاي سي برضو ب3 وحاجة ملي امبير. فهو هنا كان قال النقطة اهي، هو اختار النقطة زي ما احنا قلنا كده ان الاي بيز هتكون عند 25 مايكرو امبير اهي ما بين العشرين وتلاتين النقطة هنا، وده هيصادف ان لما نعمل اسقاط هيبقى عندي الفي سي اي ب10 بوينت 75 في سي اي كيو، واي سي كيو 3.4 ملي امبير. طبعا هو عايز دلوقتي قيمه الار بيز، فالار بيز هتكون عباره عن في سي سي ماينس في بي اي على التيار اللي ماشي فيها اللي هو الاي بي كيو اللي احنا قلنا دلوقتي هو 25 مايكرو امبير زي ما شايفين كده، اهيت في سي سي ماينس في بي اي على اي بي كيو اللي هي 25. بعد كده هو كان بيسألني عن الاي سي كيو والفي سي اي كيو، طلعناهم دلوقتي حالا اهم، تقول 3.4 ملي و10.7 بالنسبة للفي سي اي كيو. عاوز الفاليو بتاعة البيتا، طالما انا معايا الاي سي كيو ومعايا الاي بي كيو هقسمهم على بعض، يبقى 3.4 ملي على 25 مايكرو هيديني البيتا. بعد كده عايز الالفا، الالفا هيساوي بيتا على بيتا زائد واحد، لسه مطلعينها من المطلوب دي هنجيبها. عاوز الساتوريشن كارنت للدايره ديت، ساتوريشن كارنت اللي هو في سي سي على ار سي، في سي سي ب 21 فولت وعلى الار سي طلعناها برضو من شويه اهيت، 21 على 3 كيلو هيبقى 7 ملي امبير. بعد كده بيقول لي ارسم الفيكسد بايس كونفيجريشن، هتروح ترسم دايره زي اللي فوق دي بالظبط بس تستخدم قيمة الار بي اللي احنا طلعناها والار سي اللي هو قايل عليها اللي هي 3 كيلو والبي سي سي اللي هي ب 21 فولت، والبيتا برضو القيمة اللي هو قال عليها تكتبها هنا. رقم اتش بيقول لك ايه هي كمية الباور الديسيبيتد باي الديفايس ات الاوبريتنج بوينت. الباور الديسيبيتد باي الديفايس هي الباور اللي بيستهلكها الترانزستور، هي عبارة عن حاصل ضرب جهد الخارج بتاع الترانزستور في تيار الخارج ليه. تيار الخارج بتاع الترانزستور اللي هو الاي سي،
وجهد الخارج اللي هو الفي سي اي. يبقى لما هضرب الاي سي كيو في الفي سي اي كيو هيديني دي سي ديسيبيتد باور زي ما احنا شايفين هنا كده، باور ديسيبيتد في سي اي كيو في اي سي كيو، وعوض بيهم وطلع الناتج. طيب الباور السبلايد بقى من السورس نفسه، الباور السبلايد من السورس هي عبارة عن جهد السورس في التيار اللي خارج منه. طيب جهد السورس اللي هو الفي سي سي، التيار اللي خارج منه اللي هو ايه؟ اللي هو تيارين، التيار اللي ماشي فيه المقاومة ار سي اللي هو الاي سي، والتيار اللي ماشي في الار بيز اللي هو الاي بيز. يبقى في سي سي في اي سي زائد اي بيز، ده هيديني الباور اللي بيستهلكها السورس. اخر مطلوب في السؤال ده عاوز الفرق ما بين الباور السبلايد والباور الديسيبيتد باي الديفايس. فالفرق طبعا اني هطرحهم من بعض، يبقى الباور هي عبارة عن الباور اللي طالعة من البطارية او من الفي سي سي ماينس الباور الديسيبيتد عندي، هيديني الفرق اللي هو بيقول عليه. طبعا الفرق اللي هو بيقول عليه ده راح فين؟ هي الباور اللي طلعناها في النقطة H ده الباور اللي استهلكها الترانزستور، واللي طلعناها في بعد كده دي اللي طلعها عندي السبلاي. الباور اللي طلعها السبلاي جزء منها بيستهلكه الديفايس اللي احنا حسبناه، والجزء التاني اللي احنا جبناه دلوقتي في اخر مطلوب بيروح في الريزيستيف elements عندك في المقاومات ار بي والار سي ومقاومات الاسلاك بقى وهكذا. عندي بعد كده السؤال رقم 4، هنا مديني الميتر ستيبلايزد باي سيركت، وعايز برضو نفس المطاليب تقريبا اللي كانت فوق. اول حاجه الاي بي كيو، فاحنا زي ما قلنا من القانون هيبقى عباره عن في سي سي ماينس في بي اي، وفي بي اي دايما بنعوض عنها هنا بسبعة من عشرة على ار بيز زائد بيتا زائد واحد في الار الميتر. وعندي هنا البيتا ب100 وعندي كل حاجه موجوده، هنعوض على طول. الاي سي كيو هيكون بيتا في الاي بي كيو اللي احنا لسه جايبينها. عاوز الفي سي اي كيو هيكون عباره عن زي ما قلنا برضو في سي سي ماينس اي سي كيو اللي احنا لسه جايبينها في ار سي زائد ار اي، تعويض مباشر. جهد الكوليكتور هنا عشان نجيبه، فخلي بالك هنا جهد الكوليكتور هو مش نفسه الفي سي اي كيو، عشان انت عندك جهد على الكوليكتور وجهد على الاميتر، فانت ممكن تجيب الاول جهد الاميتر وبعدين تقوم قايل ان جهد ال في سي اي هو في سي اي ماينس ال في اي، وتجيب ال في سي. او بطريقة تانية ان جهد الكوليكتور هنا انت عندك طبعا هنا مقاومة ار سي عليها فرق جهد، ف في سي لوحدها هي عبارة عن 20 ماينس الاي سي كيو في المقاومة ديت، ده هيديك جهد النقطة دي. بعد كده عايز جهد البيز، فجهد البيز هيساوي بنفس الطريقة في سي سي ماينس اي بيز في الار بيز، هيديني جهد النقطة دي. عاوز جهد الاميتر، في كذا طريقه ممكن اجيب بيها جهد الاميتر، ممكن بدلاله الفي بي اي وانا معايا الفي بي، او بدلاله الفي سي اي وانا معايا الفي سي، او اقول ان جهد الاميتر هو عباره عن الاي اميتر في المقاومه. سؤال رقم 5 بيقول لي احسب الاي سي والفي سي اي للنتورك اللي كانت في اول سؤال خالص. احنا كنا خلاص حسبناهم اصلا فوق، كنا مطلعين ان اي سي كيو بكذا وفي سي اي كيو 8.4 من 100. بعد كده بيقول احنا كنا في النتورك اللي فوق دولت لو فاكرين كان معايا البيتا ب90، قال لي دلوقتي ارجع احسب تاني الاي سي والفي سي اي لو البيتا اتغيرت وبقت قيمتها 135. معنى 135 ديت بالنسبة للتسعين ان البيتا زادت ب50%، ما هو 90 زائد نص التسعين اللي هي 45 هيديني 135. فيا ترى ايه الفاليو الجديدة للاي سي والفي سي اي؟ وبعد كده في المطلوب سي هيسألني الاي سي والفي سي اي اتغيروا بنسبة قد ايه لما البيتا زادت بنسبة 50%. فمبدئيا هلاقي ان مع البيتا الجديدة قيمة الاي سي كيو الجديدة اللي هي بقى هضرب بس الاي بي كيو في البيتا 135 طلعت بكذا، والفي سي اي كيو هروح احسبها بنفس الطريقة مع الاي سي كيو الجديدة طلعت ب 4.15 من 100. هو هنا حتى في المطلوب سي قايل لي ايه المعادلات اللي استخدمها عشان اجيب نسبة التغير في الاي سي او الفي سي اي. قال لك هتجيب الاي سي اللي في البورت بي الجديدة يعني ماينس الاي سي القديمة على الاي سي القديمة، ونفس الكلام بالنسبة للفي سي اي. يبقى انا بجيب الفرق ما بين القيمتين واقسمهم على القيمة الاصلية او القيمة القديمة. فلما طبقنا كده لقينا ان لما البيتا اتغيرت بنسبة 50% الاي سي اتغيرت بنسبة 49.8%، والفي سي اي بنسبة 48.7%. طبعا ده كده تغير كبير، يعني قيمة التغير اللي في الاي سي
تقريبا مناظرة قيمة التغير اللي حصل في البيتا اللي هما 50%، وده معناه ان النتورك دي مش ستيبل. لما البيتا اتغيرت اتغير معايا الاي سي والبي سي اي بقيمة كبيرة، وزي ما قلنا البيتا ممكن تكون بتتغير نتيجة الحرارة مثلا. فهنعمل بقى الكلام ده للدايرة اللي هي الاميتر ستابلايزد عشان نشوف ازاي تأثير البيتا لما يتغير مش هيأثر بشكل كبير على قيم الاي سي والفي سي اي. فهو هنا بيقول بقى للدايرة اللي هي الاميتر ستابلايزد خلي معاك البيتا ب150 اللي هي كانت ب100، يعني برضو زادت ب50%، واحسب قيمة الاي سي والفي سي اي الجديدة ديت للنتورك دي اللي احنا كنا حلينها في السؤال 4. فهقول بقى كده القيم كانت كام. كان معايا ال اي سي كيو الاصلية للمسألة دي ب2.9، والفي سي كيو كانت بكذا، والاي بي كيو كانت بكذا. رحنا جبنا دلوقتي الاي سي كيو الاي بي كيو الاول، هنروح نعيد حسابها تاني لانها كانت قيمتها معتمدة على البيتا اللي بقت ب150. وبعدين جبت الاي سي كيو ضربت القيمة ديت في 150 وجبت الفي سي اي كيو. بنفس الطريقة هروح اجيب معدل التغير في الاي سي، هاخد الاي سي الجديدة اللي هي القيمة ديت ماينس الاي سي القديمة على الاي سي القديمة في 100%، ونفس الكلام للفي سي اي، هاخد القيمة الجديدة ماينس القيمة القديمة على القيمة القديمة، وباخد المعيار بتاع الكلام ده عشان سالب او موجب ما بيفرقش معانا دلوقتي، يهمني اعرف الفاليو نفسها. فلقيت ان الاي سي اتغيرت بمقدار 34.5%، اما الفي سي اي اتغيرت بمقدار 46.7%. طبعا معنى كده ان الاي سي والفي سي اي مور ستيبل، لان مقدار التغير اللي حصل فيهم هما الاتنين اقل من مقدار التغير اللي حصل في حالة الفيكسد بايز. ده معنى كده ان انا عندي الدايرة التانية هي مور ستيبل للتغير في البيتا. لما البيتا اتغيرت ب50% الاي سي اتغيرت ب34% بس، مش 49%. ده كان بالنسبة لي السؤال رقم 5. السؤال رقم 6 بيتكلم على الدايرة بتاعة الفولتج ديفايدر، مدين الدايرة وعاوز شوية حاجات. اول حاجة عايزها هو عايز قيمة الاي سي. تلاحظ ان هو هنا مديك قيمة الاي بيز اصلا مكتوبة عندك اللي هي 20 مايكرو امبير هنا. طبعا ده لا يتنافى من ان احنا بنعتبرها بزيرو واحنا بنطبق الفولتج ديفايدر لانها فعلا قيمة صغيرة. فالاي سي هيساوي البيتا اللي هي 100 في الاي بيز اللي هو مدهاني، يعني هيبقى 2000 مايكرو امبير او 2 ملي امبير. بعد كده هو عايز جهد الاميتر. طبعا جهد الاميتر هيكون عبارة عن تيار الاميتر مضروب في الار اميتر. تيار الاميتر ممكن تعتبره تجاوزا او فور سمبلستي ان هو نفسه الاي سي، او لو تمشيها اكزاكت يبقى الاي سي زائد الاي بيز في الار اميتر. وانا معايا الاي سي لسه مطلعها، ومعايا الاي بيز ومعايا الار اميتر. هنا هو بيسألك الفي سي سي بكام. طيب دي يمكن اول مرة نشوفها. هو هنا مديك اصلا جهد الكوليكتور نفسه، فهي طالما اداني جهد الكوليكتور وانا الاي سي معايا ومعايا الار سي هعرف اطلع الفي سي سي. ما هو انت عندك الفي سي سي ماينس النقطه ديت، ده فرق الجهد اللي على المقاومه اللي لما هقسمه على قيمه المقاومه هيديني التيار. يبقى بالتالي معاك الفي سي سي هي جهد الكوليكتور اللي هي نهايه المقاومه زائد الاي سي في الار سي، هيطلع معايا بيساوي 16 فولت. بعد كده عاوز الفي سي اي. انا اصلا معايا الفي سي والفي اي كنت لسه مطلعها، هطرحهم من بعض يبقى كده جبت الفي سي اي. عاوز جهد البيز. جهد البيز هيتجاب عن طريق الفولتج ديفايدر المفروض، ولكن زي ما انتم شايفين هو عندي هنا الار واحد اصلا مجهوله، يعني مش عارف اجيب هنا الفولتج ديفايدر. انما انا معايا جهد الاميتر طلعته وعارف ان الفي بي اي ب7.10، يبقى انا معايا جهد البيز هو عباره عن الفي بي اي زائد في اميتر. فانا عندي في بي اي 7.10 وفي اميتر كنت لسه مطلعها فوق، اجمعهم مع بعض هيديني جهد البيز. اخر مطلوب هنا هو عايز الار واحد. خلاص طالما انا معايا جهد البيز بقى معلوم ومعايا الفي سي سي معلوم، اقدر اطبق الديفايدر اني اطلع الجهد بتاع الار واحد، او اطلع قيمة المقاومة اقصد ار واحد. ولكن طالما هو كتب لي 20 مايكرو امبير هنا، فيعني لو احنا عايزين نمشي الحل اكزاكت وما نهملهاش، فممكن نعمل ايه. احنا عشان نجيب الار واحد انا لو عرفت فرق الجهد اللي عليها والتيار اللي ماشي فيها هعرف اجيبها. فرق الجهد اللي عليها عارفينه اللي هو في سي سي معانا
ماينس الفي بيز معانا، ناقص بس نعرف التيار اللي ماشي في الار واحد. فالتيار اللي ماشي في الار واحد هو مجموع التيار بتاع البيز اللي هو 20 مايكرو امبير مع التيار اللي ماشي في المقاومه ار اتنين. التيار اللي ماشي في المقاومه ار اتنين هو عباره عن فرق الجهد اللي على الار اتنين على قيمتهم، فرق الجهد اللي على الار اتنين اللي هو في بي ماينس زيرو على 8.2 ده كده اي ار اتنين زائد 20 مايكرو امبير، ده كده التيار الكلي اللي مشى فيه الار واحد. يبقى بالتالي الار واحد هيساوي فرق الجهد اللي عليها في سي سي ماينس في بيز على قيمة التيار اي ار واحد، هيديني قيمة المقاومة نفسها. يطلع معاك المقاومة ديت بالطريقة دي هتساوي 32.16 كيلو. ده كده بالنسبة للسؤال ده. السؤال اللي بعده بيقول لك باستخدام الكاركترستكس للفيجر 4.76، ده اللي هو كان الفيجر اللي معانا فوق ده، عاوز يجيب ايه؟ عاوز الار كوليكتور والار اميتر قيمتهم كام لفولتج ديفايدر نتورك. الكيو بوينت بتاعتها ان الاي سي كيو بخمسة ملي امبير والفي سي اي كيو بتساوي 8 فولت، وقال لك خلي معاك الفي سي سي ب24 فولت، واعتبر ان الار كوليكتور 3 اضعاف الار اميتر. يبقى ده كده اول مطلوب معاك. طبعا احنا لو عرفنا الار سي او الار اي هنعرف نجيب التانية من العلاقة دي. فانا ازاي هستعين بقى بالكيرف عشان يسهل لي العملية دي؟ خلي بالك هو هنا مديك الكيو بوينت، يعني مديك قيمة اي سي كيو معينة وفي سي اي كيو معينة، ومديك قيمة الفي سي سي بكام. خليكم معايا بقى كده، 5 ملي امبير وتمانية فولت ديت النقطة بتاعتنا. يبقى هاجي هنا على الكيرف، 5 ملي امبير ديت كده الاي سي كيو و8 فولت، يعني انا عندي 8 تقريبا هنا وعندي 5 كده، يبقى هنا بالظبط ديت مكان الكيو بوينت بتاعتي. وقال لك ان الفي سي سي ب24. انا عشان اجيب الار سي او الار اي هحتاج اجيب الاي سي ساتوريشن اللي هي عبارة عن الفي سي سي اللي موجودة معايا على الار سي زائد الار اي. فانا لو جبت الاي سي ساتوريشن ومعايا الفي سي سي ومعايا علاقة الار سي مع الار اي، هعرف اجيب بالتالي الار سي او الار اي، ومنها هعرف اجيب التانية. انا معايا هنا قايل لي الفي سي سي ب24. طبعا احنا عارفين ان اللود لاين المفروض هيمر بالكيو بوينت بقى، يعني هو خط هيقطع هنا في حتة، والنقطة اللي هيقطع فيها هنا اللي هي الفي سي سي اللي هي ب24، هو قايل لي يعني كده. فانا المفروض هوصل النقطة ديت مع الكيو بوينت هنا وامد الخط كده على استقامته، هيجي قاطع معايا عند النقطة بتاعة الاي سي ساتوريشن حاجة زي كده مثلا، يعني اهو تقريبا. فقطعت هنا تقريبا عند 7.5، يعني الخط ده لو ارفع هيبان ان هو عند نص ما بين 7 و8، فمعايا اي سي ساتوريشن بقت 7.5. فنقدر نقول دلوقتي كده الاي سي ساتوريشن 7.5 ملي امبير، وهي في سي سي على ار سي زائد الار اي. عوضت عن الفي سي سي ب24، الار سي هي 3 ار اي زائد الار اي، يبقى 7.5 ملي امبير، 24 فولت على 4 ار اي. منها عرفت اجيب قيمة الار اي ب8 كيلو اوم، والار سي هي 3 اضعاف الار اي، هتطلع معاك 2.4 كيلو اوم. كده خلصنا الحتة دي. بعد كده عايز قيمة الفي امتر بكام. طبعا معايا الار امتر موجودة، عشان اجيب الفي امتر يبقى محتاج اجيب تيار الامتر. انا معايا تيار الاي سي كيو موجود، فهو هنا طالما ما عنديش يعني طريقة ممكن اجيب بيها الاي بيز غير من على الرسمة، فاعتبر للتسهيل ان الاي اميتر تقريبا بتساوي الاي سي، وعوض عن الاي سي والار اميتر وجاب الفي اميتر عندي. بعد كده عايز يجيب الفي بيز، فطالما جبت الفي اميتر فالفي بيز هي في اميتر زائد في بي اي اللي هي في 7. بعد كده بيقول لك هات قيمة الار اتنين بكام لما تكون الار واحد ب24 كيلو اوم، واسيومنج ذات ان البيتا في الار اميتر هي اكبر من 10 ار 2. اللي مقصود من جملة ان بيتا ار اي اكبر من 10 ار 2، هو عاوز يقولك يعني اعتبر التيار اللي داخل على المقاومة ار اميتر بصفر. يعني انا دلوقتي معاك هنا ايه، التيار اللي كان داخل على النقطة ديت اتفرع منه التيار اللي ماشي في البيز اللي هو المفروض بعد كده هينزل يروح على مقاومة الاميتر، هو مع الاي سي هينزلوا كده يدخلوا في الاميتر. فلما يكون معاك مقاومة الاميتر كبيرة قوي
يبقى التيار عند النود ديت مش هيخش في الار اميتر، لان هو هيبقى شايفها مقاومه كبيره قوي، انما هيدخل في المقاومه ار 2. عشان كده قالك اعتبر بيتا ار اي اكبر من 10 ار 2، يعني كبيره جدا لدرجه انها اكبر من 10 اضعاف الار 2. يعني من الاخر اعتبر ان التيار اللي ماشي في الار 1 كله هينزل في الار 2، مش هيتفرع جزء منه ويمشي في الاتجاه ده كده. وبالتالي هقدر احقق هنا الفولتج ديفايدر عشان اجيب الار 2، مع طالما انا معايا الار 1 ومعايا الفي سي سي ومعايا الفي بيز لسه جايبينها من النقطه اللي فوق، فهنقدر نقول كده ان معايا الفي بيز هي ار 2 في في سي سي على ار 2 زائد ار 1، ومنها هعرف اجيب معايا الار 2 في طرف لوحده. بعد كده بيقول لك احسب البيتا ات الكيو بوينت. طبعا انا طالما معايا الاي سي كيو اقدر كمان من على الكيرف اجيب الاي بي كيو اللي هي النقطه اللي احنا كنا واقفين عندها. النقطه ديت هيكون عندي هنا الاي بي كيو بكام؟ هيكون قيمه ما بين ال 30 مايكرو امبير وال 40 مايكرو امبير. لو رسمتها بالظبط هتبقى 38 مايكرو امبير تقريبا، ومعانا الاي سي كيو تحت، يبقى انا كده هقسم الاي سي كيو على الاي بي كيو هيديني قيمه البيتا. السؤال الاخير معانا في الشيت، السؤال رقم 8، مديني هنا فولتج فيدباك نتورك وعايز شويه مطاليب الاي سي والفي سي والفي اميتر والفي سي اي. طبعا اتفقنا طالما انا عندي دايره فيها مكثفات وبحل بالحل بتاعنا في الجزء بتاع الدي سي بايزنج، بعتبر ان كل المكثفات اوبن سيركت، لان المكثف اوبن سيركت مع الجهد الدي سي. فاي مكثف عندك هنا اعتبر ان الفرع بتاعه ده كانه مش موجود خالص، كانك مش شايفه، يعني اللي موجود بس هو المسار اللي انا مشاوره عليه ده كده بس، ده كده اللي موجود معانا. طيب عايز دلوقتي اول حاجه تيار انا معايا هنا مديني البيتا ب100، فلو انا جبت التيار اللي ماشي في البيز هبقى كده خلاص جبت الاي بيز ومعايا البيتا، هضرب الاي بيز في البيتا هطلع الاي سي. القانون بتاع الاي بيز للدايره ديت زي ما جبناه في السكشن كده، كان الاي بيز بيساوي في سي سي ماينس في بي اي على ار بيز زائد بيتا في ار سي زائد ار اي. المقاومات كلهم معايا، كل المقاومات ديت معايا، بس خلي بالك ان انت عندك الار بيز موجوده على جزئين، يعني الار بيز هي 220 زائد 470 كيلو، ومعايا البيتا هعوض في المعادله ديت كالاتي بالمنظر ده كده. فطبعا الار بيز 690 دلوقتي مجموعهم، هيطلع لي ان تيار البيز 20 مايكرو امبير تقريبا، هضرب التيار معايا في البيتا هيديني قيمه الاي سي. بعد كده هو عايز جهد الكوليكتور، جهد النقطه دي بكام؟ اكيد هو في سي سي ماينس الاي سي اللي انا لسه جايبها في الار سي. بعد كده عايز اجيب قيمه جهد الاميتر، قيمه جهد الاميتر يبقى انا طالما معايا الار اميتر هضرب فيها تيار الاميتر مجموع الاي سي اللي احنا لسه جايبينه مع الاي بيز اللي احنا برده كنا جايبينه، يبقى معايا ال VE هي I emitter في ال R emitter. ممكن تقوم قايل ان ال IE هي ال IC وخلاص مبدئيا، يعني او بشكل approximate، لان انت عندك لما تجيبها exact هتفرق معاك في حاجة بسيطة خالص ما تبانش، يعني هتبقى بتجمع 2 ملي امبير مع 20 مايكرو امبير، فقال لك يبقى بالتقريب خلاص هنخليها ان ال I emitter هي ال IC. وعلى فكرة الخطوة دي من حقك تقريبا في طول الوقت، يعني من حقك دايما تعمل العملية ديت انك تقرب ان الاي اميتر هي الاي سي على طول. ولكن خلي بالك لما كنا في السكشن كنا بس في اول دايره تقريبا، كانت اول دايره، لا كانت تاني دايره، لما ما عملناش التقريبه ديت فكان معاك بيتا زائد واحد ظهرت في المقام معاك هنا. ولكن وانت بتحل مسائل في خطوات زي كده انك بتحسب جهد نقطه، فمن حقك انك تقرب على طول. اخر حاجه معانا هنا عايز الفي سي اي. طبعا انا معايا الفي سي ومعايا الفي اميتر، هقدر على طول اجيب الفرق ما بينهم وما بين بعض عشان اجيب الفي سي اي. او بطريقه تانية هو قال لك هنا ان الفي سي اي هي عباره عن في سي سي ماينس الاي سي في الار سي زائد الار اميتر، سواء كده او كده هيديك نفس الناتج، يعني اللي انا قلت في سي ماينس الفي اميتر هيديني برضو ال 14 وشويه اللي هو كان جايبهم هنا. هنزل لكم بقى يا شباب مساله assignment، هي مساله بسيطه او مسالتين، يعني مساله او مسالتين هينزلوا assignment، اتمنى الناس تحلها علشان يعني ده الدكتور طالب مننا كده بس عشان يكون في حاجه بتحلوها بس بنفسكم يعني. والتوفيق ان شاء الله، ربنا يوفقكم.